أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من استوديو اليرموك. بدي أبدأ من زيارات الحكومة الميدانية إلى المحافظات. الحكومة بتعمل زيارات ل 12 محافظة، محافظتين كل يوم، وثلاث وزراء بيروحوا على المحافظة، بقعدوا هيك على كراسي بسولفوا مع الناس. ماذا يريدون؟ تسويق قانون الضريبة، إقناع الناس بأنه هذا قانون الضريبة كويس والله وأنه أحسن من غيره، أو تخويف الناس أنه إذا هاي قانون الضريبة ما زبطش الأمور بتخرب. ما بعرف مين العبقري اللي نصح عمر الرزاز بأنه يبعث الناس للمحافظات. تتوقع أنه الناس تقتنع وتصفق لك وتأخذ شرعية ومشروعية من المحافظات ومن الناس ومن الجمهور ومن العوام بقانون الضريبة؟ يعني مين اللي قال هيك؟ مين اللي قال هيك؟ طيب امبارح الطفيلة رفضت، مادبا اليوم رفضت، معان رفضت، اربد رفضت. لو 12 محافظة يا دولة الرئيس، يا صاحب العقل المديني، يا صاحب خطاب النهضة في بيان ثقة، يا من استحضرت واستنطقت ابن خلدون، لو 12 محافظة، 12 محافظة الأمة مصدر السلطات رفضوا القانون تسحبه؟ ولا استراتيجيتك راح تكون بحاول، ولا اللي غرر فيك وقال وديهم وقعك بالفخ، ولا شاورهم ورد على شور صندوق النقد الدولي؟ يعني هذه أسئلة مهمة. طيب اليوم الكل رافض، مواقع التواصل الاجتماعي كلها رافضة، ما فيش حدا بده قانون الضريبة، وماذا سيكون تصرفك بعد ذلك؟ ستذهب به إلى مجلس النواب؟ ستستعين بصديق؟ هذه أسئلة مهمة. بعدين يا دولة الرئيس، أنت ما عندك فريق مسيس، يعني أنا بستثني مبارك أبو يمين وموسى المعايضة، ما عندك فريق مسيس، ما عندك. كيف بتودي فريق مش مسيس تكنوقراط مرفوض أصلا يروح على المحافظات ويقنع الناس؟ على فكرة أقل واحد من القاعدين بفهم سياسة قد فريقك الحكومي كله، ولذلك ما عرفوا يجاوبوهم. يعني في الطفيلة، طفيلة يا دولة الرئيس، الطفيلة رأس الحراك التي تملك الاستشعار الراداري الذكي لتحسس وين الحكومة بتحكي صح وين بتحكي خطأ، لتحسس حقوقها، لمعرفة ما وراء الأكمة. أكثر ناس بيعرفوا القنابل الدخانية، القنابل الدخانية السياسية اللي بيرموها السياسيين حتى يغطوا على العيوب، الطفائلة. وزير الصحة في حكومتك بروح بقول لهم إحنا بندفع، إحنا الحكومة أنتوا تدفعوا مليار دينار تصرفوه على صحة الأردنيين بينما تأمين صحي بيجيب 60 مليون. شو هذا الخطاب؟ هي المليون جايبونها من دور أبوكو؟ إحنا بندفع 8 مليار، إحنا الشعب الأردني بندفع 8 مليار ضرائب ورسوم، ضريبة مبيعات ورسوم وطوابع وخواتم وكله إحنا بندفعه. لما بدك تقول إحنا 60، إعرف مين بيدفع الموازنة. اليوم أنت لازم تحترم هاي الناس، هذه الهيئة التي تؤمن الموازنة للدولة، التي تؤمن الأموال للدولة لتعاين ولتصرف. لذلك اللي نصحك روح على المحافظات ما يعني ما 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 فادك. وأنا أنتظر ردة فعلك تجاه هذه المسألة، رفض المحافظات لهذه القصة. أيضا من المؤلم والمؤسف أن يكون في خطاب أنتم المحافظات غير مشمولين بهذا القانون الضريبة، أنتم المحافظات المتقاعدين 3500، أنت حكيتها في 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 محاضرة الجامعة الأردنية، 3500 لا يشمله قانون الضريبة، عنده إعفاء. واحد بأخذ 42,000 دينار بالسنة بتعفيه، واحد 9 أو 8 بدك تجرمه، يعني وين العدالة؟ وبعدين أوعى تفكر إنه هذا الخطاب التفكيكي بيمشي على المحافظات، المحافظات بهمهم كل الأردن في الأخير. واحد اليوم بمعان حدق قال لك إذا أنت رفعت الضريبة على الأغنياء، الأغنياء بيرفعوا السعر على الفقراء، وهي المعادلة أنت فاهمها، وهي أنت ما بتقدر تضبطها إلا إذا قررت تعمل وزارة تموين، وما أعتقد أنك بتمون وصندوق النقد بيسمح لك تسوي وزارة تموين ولا طبيعة عقليتكم الاقتصادية. لذلك الناس فاهمة، الناس رافضة. لو جئتم قبل ذلك بمكافحة حكيمة للفساد واضحة، لو جئتم قبل ذلك بمراجعة حقيقية وعملية وقانونية لضريبة المبيعات، كان ما الناس شعرت أنك بتبيعهم أفيون. الناس بدك تخدرهم؟ لا يا سيدي، الناس واضحة، والأردنيين رفضوا ورفضوا بشكل واضح. ثم بعد ذلك النواب، الآن اليوم النواب بيراقبوا المحافظات، مزاجهم متعكر أنا متأكد،
متأثر منرفز. اليوم مجلس النواب الأردني، نوابنا الأردنيين، شفتوا الجمهور الأردني وقواعدكم الانتخابية بدها ولا بدهاش، ولذلك راح تحاسبكم وتعاقبكم. واللي صار على الحكومة في الطفيلة ومعان وفي إربد وفي مادبة راح يصير على النواب إذا قرروا تمريك هذا القانون. إحنا بنعرف إنه موازنة الدولة صعبة وفي ظروف صعبة، لكن بنعرف إنه لابد أن يتغير النهج وبتنحل المشاكل الاقتصاد حتى لو كانت الكلفة عالية. طب يا سيدي العزيز، بدك تأخذ مني أنت موازنة من هون رايح كلها يدفعها الأردنيين؟ بحق لهم مش يحكموا؟ بحق لهم مش يطلعوا من فوق يشوف دولتهم كيف تدار؟ بحق لهم مش أنك أنت تيجي يا رزاز بحزم الضرائب تعفيهم من المبيعات بخدمات أحسن بأيضا حل سياسي معقول أو إصلاح سياسي معقول؟ ولا عندك إشي أمسح. عندك قانون ضريبي عنزة ولو طارت زي قانون الملقي وبدك تمرقوا على الناس. لذلك هذا مؤسف ومؤلم. هذه الجولة يجب أن توجه لك رسالة واضحة أن الأردن، الشعب الأردني، مصدر السلطات في استفتاء شعبي قام فيه وزرائك من خلال ما لفوا على المحافظات، استفتاء شعبي بديمقراطية مباشرة واضحة، قالوا لا لهذا القانون. كيف راح تتصرف؟ هل ستحترم عقلك وكتبك وقراءاتك ودراستك وثقافتك وأبحاثك وترد على الناس، ولا بدك ترد على اللي بدهم يمشوا القانون غصبة عنا؟ هذا هو السؤال المهم. وعلى فكرة احنا بنطليش علينا قصة انه كل 280 مليون بالاخير. احنا مش ضد فكرة منع التهرب الضريبي، لكن احنا مع مع حل كل الملفات مع بعضها البعض بالتوازي، لانه بزبطش بالقطعة، لانه تعودنا اذا حلينا مشكلة بالقطعة القطعة الثانية تروح في غياهب الجب. ولذلك انت قلت انا بدي اتحول من ضريبة مبيعات لعبء ضريبي على الدخل. بديت بالدخل، لا يا اخي، ابدأ بالمبيعات، خلينا نحس ونشوف حتى نوقف معك ونساندك. اليوم انت يا دولة الرئيس بدأت تتصدع شعبيتك بشكل كبير، وازعم انها وصلت الحضيض على اعتبار انك يعني لم تقم بمسألة جيدة. انا بعرف انه في عندك فكر اصلاحي والى اخره، لكنك مسوق منقاد اليوم، مش قادر انك تتصرف بما يعني تتحدث به في كثير من الاحيان. لذلك الاردنيين اليوم حكوا ببساطة وبوضوح اننا لا نريد القانون، والكرة بملعبك، الكرة بملعب الحكومة، الكرة لابد ان يعني في النهاية يسجل جول في احد الاطراف. مجلس النواب على المحك، وانا بقول لكم يا مجلس النواب اسقطوا القانون وخليها في النهاية ينحل المجلس، انحل يا اخي، خلي الدولة تدخل في مأزق سياسي دستوري، شو المشكلة؟ على فكرة مرات إذا ما حميت ما بتبرد، وإذا ما كبرت ما بتصغر. يعني مجلس النواب شايفين جمهور الأردن، الحكومة أصرت وودت لكم القانون، اسقطوه، رفضوه، وخلي المرجعية العليا القصر يحل المجلس، وندخل في حالة مأزق سياسي، لأنه دخولنا في مأزق سياسي الأزمة بصير لها دور وظيفي، تعمل حلول، نبدأ نفكر بطريقة مختلفة. الدوار الرابع لما وقفوا عليه الناس، ولما عمان طلعت في التظاهرات شعروا انه لابد من انعطافه، لما انعطفوا ودوا الرزاز شعروا ان الانعطافه لابد ان نرجع على الطريق مره ثانيه، رجعونا على ذات النهج. ولذلك انا باعتقادي الكره ستكون في ملعب الجنوب او الرزاز، انه يسقط مقاربه صندوق النقد ويبدا نهج اقتصاد جديد ويتحمل تبعات ذلك، وننطلق باتجاه رؤيه جديده. لذلك الاردنيين غضبانين، والقصه مش قصه قانون. يعني اليوم اللي رافض السماع للحكومة في مشكلة بينه وبين مؤسساته، ومشكلة تكون في مشكلة بينك وبين أبوك، مشكلة تكون في مشكلة علاقة غير ودية بينك وبين أبوك. الدولة، الدولة أبونا، الدولة المدرسة اللي بنتعلم منها، الدولة اللي بترعانا، الدولة اللي ما بتنسحب من حياتنا، الدولة اللي بدي تدربالها علينا مش بتمص دمنا. لذلك في مشكلة لما بتستمعش لأبوك للدولة، في مشكلة لما بتبطل تحب هذه الدولة، وفي مشكلة كبيرة ومعضلة كبيرة إذا صرت أنت بتثقش وبتصدقش كل شيء بتحكيه الدولة. كنا نعتقد أن حكومة الدكتور عمر الرزاز ستعيد بعض الثقة، فإذا بها تضرب الثقة في مطعن حقيقي، لأنه مرات إذا كنت يائس من شيء منطقي، لكن إذا كنت يائس من شيء ثم تفاءلت به ثم عدت إلى اليأس مرة أخرى، فالأزمة هنا تصبح مركبة معقدة، سيكولوجية على اقتصادية على مزاجية. هذا اللي حبيت أحكي اليوم فيما يتعلق بزيارات الحكومة. خليني أحكي لك يا دولة الرئيس، الزيارات أعطت نتائج وثمارها واضحة.
أنهم لا يريدون قانون الضريبة، كيف ستتصرف؟ هل ستقفز عنهم وتتجاوزهم؟ هذا هو السؤال الكبير والسؤال الهام، واللي نصحك بالزيارات باعتقادي أنه أظهر لك أن هناك نتيجة واضحة أن الناس بداش هذا القانون. لذلك إذا كنت تعتقد أنك سوقت أو أقنعت، هذا الكلام الصحيح. حبيت أحكي بس عن هذه الزيارات اللي بيقودها الفريق الحكومي، هذه الفريق الغير مسيس اللي بنرفز الناس. هو بيحكي وحكيت أنه الحديث إما هت على الناس أنه إحنا بنقدم لكم خدمات، مين يا أخوي؟ ما إحنا بندفع الموازنة كلها. وإما خطاب تفكيكي بيحاول يبرئ المحافظات من القانون، وكأنه بيقول لهم أنا بدي أذبح عمان ونخبة عمان بالقانون، وهذا مش منطقي. لذلك خطابك فشل في المحافظات، فريقك فشل في المحافظات، الثمار واضحة أنهم رافضين القانون، بيظل الرهان على عقلك المديني يا دولة الرئيس، على الدولة المدنية، على خطاب النهضة اللي كتبته واللي حكيته في جلسة إعطاء الثقة، على ابن خلدون اللي استنطقته واستحضرته من العصور الوسطى وتباهيت في أنك تتلمس طريقه. كل هذا بيستدعيك إنه يقول الأردن الشعب مصدر السلطات، رفض القانون راح ترفضه وتسحبه وترد على الشعب، ولا راح ترد على صندوق النقد وعلى القوى الضاغطة عليك؟ علينا أن نرى وسنكتشف في قادم الأيام. وأنا برأيي إذا مش قادر تسحبه اعتزل ولا تستعين بصديق، لأنك إذا أنت عمر الرزاز اللي طلعوك من العلبة وإحنا قبلناك لأنه عقلك نوعا ما يعني إصلاحي، استعنت بصديق فسيسقط في أذهاننا فلسفة الصديق، في فلسفة الإصلاحي. فإياك أن تضرب أيضا فوق ما أنت ناوي تضربنا اقتصاديا، تضربنا في قيمة مهمة هي قيمة الإصلاح. بدي أكتفي بالحديث عن سيارات الحكومة وأذهب إلى موضوع آخر يتعلق بالمشهد السوري. المشهد السوري إذا بدنا نحلل ونحكي عنه وشو اللي بصير بإدلب بدنا نطول، لأنه في مرحلة من المراحل المشهد السوري بتنتهي، الفينيشينج هذا الآن بنتهي اللي هي قصة إدلب ولوين رايحة، بديش أدخل بالتفصيلات هاي. لكن بدي أحكي عن شيء لفت نظري اليوم. كثير من وسائل الإعلام بيحكوا عن مجموعة بسموها مجموعة صغيرة، طلعت 7 دول اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، الأردن، السعودية، مصر. لاحظوا 7 دول، الأردن منها، الإمارات مش منها، راح أعلق على هذا الموضوع. 7 دول هذه قدمت مجموعة مبادئ لديمستورا اللي هو المبعوث الأممي لسوريا. هاي المبادئ بتحكي شغلات يعني إحنا بالأردن مش معنيين نحكيها، شو دخلنا نحكيها؟ مثلا على يعني حتى نقبل هذه المجموعة 7، حتى نقبل بالتسوية السياسية في سوريا، وحتى نقبل بعودة اللاجئين، أثريته أمريكا، كنت أقول لكم أمريكا اللي منع عودة اللاجئين، لأن هاي ورقة بتضغط فيها على النظام السوري وعلى روسيا، لأنه بعودة اللاجئين ستظهر سوريا قد عادت إلى طبيعتها. ماشي، عودة اللاجئين وإعادة الإعمار، والإعمار مسألة مهمة. واليوم لو تنتبهوا لافاروف زار ألمانيا وبترجاهم في عدم الانسياق وراء أمريكا في الملف السوري، وإنه خلينا في قصة الإعمار نعزلكم عن الملف الأمريكي لأنه هذا ملف ضاغط على النظام السوري وعلى إيران وعلى الجميع. المهم شو المبادئ هاي بتقول؟ بتقول أول إشي بتطلعوا إيران من سوريا، إحنا شو دخلنا الأردن؟ طيب هذا موضوع اللي مشتبك فيه ومتأثر فيه والشوك هون للأمريكان والإسرائيليين. بعرف إنه إحنا بنتمنى ما يكونش ولا إيراني في سوريا، ولا مصلحتنا الأمن القومي الأردني، بس مش أزمتنا هاي، مش أولويتنا. في ناس أكبر منا وأهم منا وقادرين على إخراج الإيرانيين، الإسرائيليين والأمريكان، ليش ننط إحنا و... 2 بيحكي عن قصة حكومة مركزية ولا مركزية، وبدأ يحكي عن مناطق خارج السيطرة. يعني شعرت أنه إعلان المبادئ بتحدث عن تقسيم سوريا، إعلان المبادئ بتحدث عن أن يكون رأس الدولة السورية اللي هو رئيس الجمهورية بلا صلاحيات ويكون معينش رئيس الوزراء. إحنا شو خصنا؟ إحنا قاعدين منهلل ومنزقف لقصة فتح نصيب، منهلل ومنزقف أنه مجموعة من التجار راح التقوا مع دمشق. إحنا حقنا نتابع ما يجري في المشهد السوري كأردن، وأن نراقب ذلك وأن نؤثر بالقدر المستطاع، لكن مش مصلحة حيوية أردنية نعمق الحالة الثأرية مع مستقبل سوري. إعلان المبادئ هذا اللي سلموه لدي المستورة ملوش علاقة بالواقع، منقطع الصلة بالواقع، كأنهم بيعتبروا الأمر قبل 5-6 سنوات. يعني الآن النظام السوري والحلفاء سيطروا على معظم سوريا، 85% من سوريا، ضايل إدلب وضايل شوية مناطق مع الأمريكان. وعلى فكرة إعلان المبادئ أمريكي، أمريكا بدها تدخل مرحلة الفينيشك بطريقتها وثبت مصالحها ومصالح إسرائيل وبس. ليش نزج حالنا؟ لاحظوا الإمارات انعزلت عن هذا. الإمارات الآن هناك حديث عن
لقاءات استخبارية مع السوريين على حديث عن إعادة فتح السفارة، ماشي إحنا بلاش نخلي أمريكا تغضب منا، أنا بتفق معه، ولا بدنا نخلي السعوديين يغضبوا منا، ماشي، بس ما هم تخلوا عنا في قصة المخدات واللحف والمخدات اللي في الجنوب السوري، سلمناه طريقة الأخلاقية. طب ليش هسا إحنا ندقر أنا باعتقادي أنه لابد من استراتيجية جديدة في التعامل مع الملف السوري، عنوانه الإقرار بالأمر الواقع خاصة في جنوب سوريا. على فكرة منطقة خفض التوتر في آخر الدنيا هاي في إدلب تعني نشكا أردن، يعني إذا بدنا نأخذها مصلحة نقطعها ونفصلها بالمفصل، يعني ما بصيرش، يعني خلينا نكون واقعيين في التعامل، ناش نجر مرة ثانية وراء الأجندة الأخرى سواء كانت أمريكية أو السعودية، وفي الأخير الأجندة الأمريكية بتسرب وبتخدم الأجندة الإسرائيلية، بدناش ننساق لأنه ممكن هذه تعمق حالة ثأرية بيننا وبين الواقع السوري، وممكن تأخر أشياء كثيرة في العلاقة بيننا وبين الواقع السوري. بس حبيت أحط هذه الملاحظة يعني في أذهانكم. نكتفي، نذهب إلى وقفة قصيرة ثم نعود.